أوه، هذا الحيوان رائع، رأيته الآن في حديقة إيليك بارك. وانظر، انظر هنا. الزواحف، فهذا شرف لي. إنها فقيرة للغاية، وزن هذه السلحفاة ما يوصل 4 كيلوغرامات، إنني لا أمزح فعلا، إنها فقيرة للغاية. انظر إلى هذا الدرع، إنه من أقوى الدروع في عالم الحيوان. وهناك مطر بسيط هنا، سأحاول أن أحملها. إنها قوية للغاية، انظر إلى هذا. أعرف ماذا سأقول، المطر يزداد. وضعها في مكان حار قليلا. أريد أن أريكم على روعة هذا الحيوان. تصير قائمة هذه الحيوانات في عالم الزواحف، فهذا أمر رائع حقا. أما هذه فهناك من هذا الحجم بالضبط، من آكلات اللحوم إلى أنها كما ترون نباتية. إنها تأكل النبات، وإنها رائعة فعلا. اقتنيت سلاحف كثيرة مثلها، لكنها أصغر بكثير من هذا الحجم. إنها سلحفاة مدهشة، سأحاول حملها. إنها ثقيلة حقا، إنني لا أمزح، إنها فعلا ثقيلة. انظر إلى هذا، أسطورة عالم الحيوان. Amazing. انظر إلى المياه التي ترش هنا، فعلا اعتبرت من الحيوانات الصيفية. سأكمل لكم لكن في حلقة أخرى إن شاء الله.